عايزين نعرف برضو الفوائد الأكتر للشاي. بس أنا أول مرة بصراحة النهاردة وإحنا بنتكلم عن اليوم العالمي للشاي، أول مرة في حياتي أعرف إن في يوم عالمي للشاي، وبالصدفة كمان موجود في نفس اليوم بتاع التنوع الثقافي. صح. اليوم العالمي للتنوع الثقافي، خدت بالك من النقطة دي؟ أيوة. وكمان يا باسم، معناها طالما في يوم عالمي للشاي أكيد ليه فوائد كبيرة، وفي ناس بتستخدمه بشكل معقول، فبيبقى في نوع من أنواع المنبهات بيساعدهم ان هم يذاكروا ويساعدهم ان هم يشتغلوا. بس طبعا كتره وعدد الكوبايات الكتير اللي الناس بتشربها على مدار اليوم ده اكيد مش مفيد ليه اضرار خالص. طبعا هو أكيد. الحلو في الموضوع ان هو الشاي بيعبر عن الثقافات، طالما بنتكلم عن تعبير وعن الثقافات، لان كل ثقافه بتعتمد على نوع معين من الشاي، بتلاقي فيه الشعب المعين بيبقى بيحب انواع معينه، بيشربها في اوقات معينه بطريقه معينه. كل دي هنحاول نعرفها ونعرف ايه الفوائد والعيوب لكل هذه الامور من خلال انضمام الدكتوره منى عبد المطلب استشاري التغذيه الاكلينيكيه معنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك دكتور منى. صباح النور، اهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير يا دكتور، عايزين نعرف منك طبعا اهميه الشاي ايه. والله هو الشاي ده يعني مشروب رائع في حاجات كتير قوي، ليه فوائد كتير قوي. وانا يعني طبعا احنا مصريين يعني الشاي ده هي اساسيه عندنا جدا. بس فاحنا طبعا عندنا يعني انواع كتيره من الشاي، طبعا الشاي الاخضر والشاي الاحمر الجميل بتاعنا، في طبعا انواع ثانيه بقى الشاي الصيني الاولونج الحاجات دي. انا بس عايزه اقول انه الشاي على عكس ما الناس واخده بالها انه يعني دي فوائد كتيره قوي، يعني احنا حتى بنوصفه في امراض كتيره، وهو ركن اساسي مهم احنا بنمشي المرضى بتوعنا عليها، زي الغذاء اللي هو الانتي انفلاماتري دايت او الغذاء المضاد للالتهاب اللي بنستخدمه في الامراض الروماتيزميه والمناعيه وهكذا. فهو ده يعني انواع معينه من الشاي يا دكتور ولا الشاي بصفه عامه؟ الشاي بصفه عامه، احنا عندنا الشاي الجرين تي يعني الشاي الاخضر والشاي العادي والشاي الصيني، كل الحاجات دي، لان هو كله الحقيقه كل الانواع بتتميز بوجود حاجه اسمها فايتوكيميكال، حاجه اسمها بوليفينول، يعني مواد معينه كده بيبقى ليها تاثير يعني مضاد للالتهاب في الجسم عموما. تمام. دي معلومه جديده بقى يعني بالنسبه لي يعني. فانا يعني احب قوي ان الناس تاخد بالها من النقطه دي. احنا حتى في مرضى السكر في النظام اللي بنمشي عليه مرضى السكر بنحط لهم الشاي، حتى في الناس اللي هي في مرحله ما قبل السكري برضو بنقدر نديهم نظام كده غذائي بيحتوي برضو على الشاي وعلى القهوه. طب امتى يا دكتور اذا سمحت لنا، امتى بيتحول تناول او شرب الشاي بيتحول الى ان احنا بناخد الاضرار اكتر من الفوائد؟ هو ده بقى يعني ده اللي انا عايزه بس برضو يبقى واضح عندنا، هي الفكره كلها في توقيت الشاي امتى، كميته وكميه السكر المضاف عليه. هي دي الثلاث نقط اللي لو احنا صلحناها الدنيا هتبقى لطيفه جدا، يعني هناخد كل مميزات الشاي ومش هنتاثر بمشاكله. فاولا توقيته طبعا لازم يبقى بعد الوجبه بساعتين. نعم. مشكلتنا هنا ان احنا بنشربه بعد الاكل على طول. بالظبط. فبيقلل امتصاص الحديد. عشان ايوه تمام، لانه احنا طبعا نسبه ثانيه مش عايزينها تزيد وكده. النقطة الثانية برضو حتة ان انا اخد منه كام مرة في اليوم. طبعا احنا عندنا نسبة يعني مش عايزين برضو نعدي نسبة المنبهات، فاحنا عندنا في اليوم نقدر ناخد واحد قهوة اثنين شاي، يعني ده المعدل المتوسط اللي هو يعني نقدر ناخده بكل فوائده. تمام. اثنين ثلاثة شاي في اليوم ده على الاقل. تمام. النقطة بقى الاهم وعشان كده انا بقولها اخر واحدة، هي اضافة السكر، كمية السكر المضافة على الشاي. لان انا الحقيقه بتخض جدا لما اسال عن في اي مكان اتكلم فيه الاقي انه الناس بتاخد 3 4 معالق سكر على كل كوبايه شاي بتشربها. انا مش عايز ازود الخض عند حضرتك، في البعض بيحط 6 و7 معالق، واللي هم البنائين بقى والناس اللي بيعملوا مجهود بدني كبير جدا، وزي ما حضرتك ذكرت يعني دي من النقاط المهمه جدا 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 لانها مضره قوي على صحتنا. بنشكر حضرتك، يعني معلوم يعني قد تبان ان هي تفاصيل صغيره ولكنها مهمه جدا للحفاظ على صحتنا يا دكتور. دكتور منى عبد المطلب استشاري التغذيه الاكلينيكيه، الف شكر لحضرتك على وجودك معنا عبر الهاتف.